السلام عليكم خاوتي جو سبار، تكونوا ملاح. اليوم ان شاء الله جيناكم فيديو خفيف ظريف، مادامنا في فصل الصيف والسخانه راهي قاصحه، الواحد يتهلا في الزوج تاعو ويعطيلو شويه عفايس اللي فيهم الماء اللي فيهم المياه، الحشيش الاخضر ما شاء الله، كيما الخس كيما الجرجير كيما السبانخ، امورات هكذا تسمى كيما نقولوا احنا خضار ورقيه اللي فيها الورق، فيها الماء وفيها المعادن وفيها الاحماض، تسمى باش الطائر تاعك يكون عنده صحه في الصيف هذا وما ينشفش، لانه الطائر في الصيف لما يسخن تمتم وما يشربوش. تسمى كي تعطيلو الامورات هذوما اللي فيهم الماء تعاونوا بزاف باش ما ينشفوش كلاويه، وتحافظ على الطائر تاعك وتمدهم اليوم، ما تخافش الا بغى نهار بنهار تعطيلو نص ورقه ولا ربع ورقه ولا تاع خس ولا تاع سلق كيما قلنا، ولا الجرجير ولا اي حاجه كيما التيفاف، اي حاجه ورقيه راح يكون فيها الماء تعطيها الطائر تاعك وتهلا فيه، مادامنا في فصل الصيف راهي السخانه قاصحه بزاف، وربي يوفقكم ان شاء الله، والسلام عليكم.